الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا ويحشرهم يوم القيامة ولا يغادر منهم أحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وما له من الأسماء والصفات الحسان وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تبارك وتعالى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء كما وعدناكم في الجمعة الماضية سيتواصل حديثنا بإذن الله العلي القدير حول هذا الشهر المبارك الذي ستستقبله الأمة حول هذا الشهر المبارك العظيم شهر رمضان كما هو معروف ومقرر كان الأوائل رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم يستعدون من شهر رجب يستعدون لاستقبال هذا الشهر المبارك العظيم لماذا أيها الإخوة الأعزاء؟ لماذا؟ ولماذا كتب الله عز وجل على هذه الأمة وعلى الناس العبادة والتعبد؟ لماذا؟ لأي غرض؟ ما هو الهدف من هذه العبادات؟ ما هو الهدف؟ حقيقة يقول الإنسان أشار الله عز وجل في كتابه العزيز لما فرض علينا الصيام فقال لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون فقال العلماء العبادات كلها كل العبادات الغاية منها والمراد تقوى الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالعبادات مجملها العبادات كلها قائمة على تقوى الله والغاية منها والمراد الوصول إلى تقوى الله عز وجل ولكن السر كما قال الزمخشري رحمة الله عليه في كتاب الله أسرار لا يدركها كثير من الناس في كتاب الله أسرار حتى قال ولو كان عندك حفظ منك حفظ ابن القرية هذا فاروق بن القرية الذي كان صاحب الحجاج الذي كان آية من آيات الله في الحفظ ولكن فيه معاني لا يدركها كثير من الناس كما قال إمام التابعين رحمة الله عليه قال لما نتأمل في رمضان في هذه العبادة العظيمة في هذا الشهر المبارك العظيم الذي أنزل الله تعالى فيه كتابه العزيز نرى أن الأصل فيه الرحمة الرحمة والتراحم بين الناس الرحمة أيها الإخوة الأعزاء الرحمة
أين هذه الرحمة اليوم؟ أين هذا التراحم بين الناس اليوم؟ هذه الرحمة التي وصف الله عز وجل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، رحماء بينهم. الأصل في هذا الشهر والتعبد في هذا الشهر الغاية منه الوصول إلى تقوى الله وزيادة على التقوى للوصول للتراحم، التراحم. نسأل الله العفو والعافية. كما ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه، لا يجتمع في قلب الإنسان إيمان، لا يجتمع في قلب الإنسان إيمان وحد وحسد وبغضاء، هذه الأمراض الخبيثة كلها لا تجتمع ولا تتآلف في قلب الإنسان، لا تتآلف، لا تجتمع مع الإيمان. البغضاء، الحسد، الكراهية، نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأمراض الخبيثة التي هي مضادة للإيمان ونور الإيمان. Mes chers frères, certainement vous a promis le vendredi dernier, nous allons voir durant tous ces jours à venir jusqu'à l'arrivée de ce mois béni, l'arrivée de Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, le mois béni, le mois où Allah Azza wa Jalla a octroyé.